تسببت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع معدل التضخم، حيث أظهرت أحدث الإحصائيات الاقتصادية الرسمية التي صدرت في النمسا إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات جديدة غير مسبوقة، بلغت حوالي 7.2%، وارتفاع أيضا مستوى الأسعار إلى 3%. أيضا أوضح توبياس توماس رئيس الإحصائيات النمساوية إلى ارتفاع الأسعار إلى زيادة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، حيث يعتبران هما المحركان الأساسيين لارتفاع أسعار المستهلك. أيضا كما يعاني كثير من الأشخاص في النمسا من ارتفاع التضخم، حيث أيضا أظهرت دراسة استقصائية أن 9 من كل 10 أشخاص يعانون من ارتفاع الأسعار، حيث زادت التسوق اليومية إلى 81%. أيضا ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 80%، وأيضا أسعار التدفئة بنسبة 64%. وعبر أكثر من هؤلاء الأشخاص، أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص المشاركين في هذه الدراسة، وهم أكثر من 500 شخص، عن عزمهم أو اختيارهم التخلي عن شراء الكثير من الأشياء الغير ضرورية. تستطيع مع إنفوغراف الوصول لأكثر من 2 مليون متابع في النمسا شهرياً. من خلال منصاتنا الإلكترونية، معاً نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع إثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوغراف، شريك النجاح. بالنسبة لارتفاع الأسعار، احنا بآخر شهرين صار عندنا ارتفاع أسعار ملحوظ، فعندنا مواد ارتفعت لدرجة 40%، في مواد ارتفعت ل 100%. بالنسبة للمستهلك، احنا في عنا صار كثير احراجات مع الزباين بالنسبة لغلاء الاسعار، يعني فاحنا بنقدر يعني عم نبحث عن انه نقدر نظل موازنين بين الاسعار القديمة والجديدة، ولكن احنا ما بنقدر بسبب انه احنا عم نتسوق كمان غالي. gibt's bereits auch die Vorlage der EU-Kommission, dass Bracheflächen im heurigen Jahr in die Produktion kommen. Das sind rund 4 Millionen Hektar, wo wir in der Europäischen Union zusätzlich beispielsweise Eiweiß produzieren können. لذلك تعتزم الحكومة باتخاذ إجراءات مضادة وفعالة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء عن الناس في الدولة، كما أن تخفيف قيمة الضريبة المضافة ليس من خطة وزيرة الزراعة إليزابيث كوستينجر، ولكن أضافت أن الخطة الأساسية للحكومة هي توفير المستمر للإمدادات الغذائية الأساسية. الأسعار إجت فجأة ارتفعت، كانت يعني بالعادة تطلع الزبون مبسوط، أسعار عادية ومقبولة يعني بالسوق، صار كل يوم يعني يا ريت إنه بس ارتفع ووقف السعر، كان صار كل يوم سعر. في من 50%، في من 100% ارتفع، في مثل الدجاج مثلا صار أغلى من اللحم الخروف. ومنذ عدة أسابيع طالبت الأحزاب المعارضة الحكومة الفيدرالية بتكريس مزيد من الاهتمام لقضية التضخم، وطالبت رئيسة الحزب بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأسعار خاصة أو على الأقل بالنسبة لمحلات البقالة. كما أوضحت وزيرة الزراعة إليزابيث كوستينجر أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تخفيف العبء عن السكان وضمان الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية، كما أضافت أن إنتاج اللحوم كافي أكثر مما هو مستهلك. أما على المقابل، فإن الاكتفاء الذاتي للحليب والبطاطس والحبوب والبيض بلغ حوالي 90%، ومن أجل تحسين هذا يجب استصلاح كثير من الأراضي الزراعية، وهذا يبلغ بالنسبة للاتحاد الأوروبي حوالي 4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية. وبذلك طالب رئيس فيفو بزيادة المساعدات والمعونات الاجتماعية للأشخاص المتضررين من ارتفاع الأسعار، وأيضا طالبت وزيرة الزراعة إليزابيث كوستينجر إلى حزمة تعديل تكلفة المعيشة لدعم الشركات المتأثرة بشكل كبير من ارتفاع الأسعار. فضلنا هي قطعة الجبنة، كنت فضلنا أبيعها بيورو، طبعا صرت ابيعها بيورو وربع، انا ما بدي تزيد كثير كمان مشان الشعب. هاي زادت علي مواد كثير فيها، فرضا الجبنه، الاشقوان مع زيتون، فرضا الاشقوان كنت فرضا جيبه، زادت علي النسبه كمان تقريبا شيء 30%. والله بالنسبه للاسعار يعني بما انه طلعت، فنحن
بدنا نقتصر شوي يعني، بدل ما نجيب مثلا بالشهر 3 كيلو لحمه عم نجيب 2 كيلو او كيلو ونص ومثله امثال يعني بالنسبه لبقيه المواد الاستهلاكيه. هيك يعني عم نطلع راس براس او عم نقدر نتغلب على هالغلاء يعني. احنا اولا بنروح نجيب الفاكهه والخضار من الجروس ماركت، فلما الاسعار بتكون غالي احنا بنبيعها لنفس السعر، بيكون ارخص بنبيعها لنفس السعر كمان تبع جروس ماركت. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute auch ein wichtiger Beschluss betreffend Gasbevorratung und man sieht, deswegen auch die Energieministerin an meiner Seite, dass ومن أجل ضمان الإمدادات الغذائية في النمسا دعا المستشار النمساوي كارني هاما ونائب المستشار فينا كوغرا ووزيرة الزراعة إليزابيث كوستينغا إلى عقد مؤتمر الإمدادات الغذائية في المستشارية الفيدرالية وذلك للتغلب على ارتفاع الأسعار. ولا ترى وزيرة الزراعة إليزابيث كوستينغا خطرا على الإمدادات الغذائية في النمسا رغم الحرب في أوكرانيا. ومن ناحية أخرى ذكرت الوزيرة أن ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الأسمدة تشكل عبئاً على الزراعة، ومن أجل الاستمرار في تأمين الإمدادات دعت كوستينغا إلى ممرات خضراء للتصدير من أوكرانيا. وفي زيارة مفاجئة للرئيس النمساوي ألكسندر فاندربيلن إلى الأسواق الشعبية دعا الرئيس الاتحادي إلى اتخاذ إجراءات سريعة التي من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار التي تسببت فيها الحرب الأوكرانية وأيضا العقوبات القاسية التي فرضت على قيصر الكريملين التي بسبب تداعياتها أدت إلى ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار. وأضاف الرئيس أنه من المهم أن يتم الاستماع والمشاركة ودعم أولئك الذين يفكرون حاليا كيف يمكنهم تحمل تكاليف الحياة اليومية، ولذلك يدعو فاندربيلن إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تجلب راحة ملحوظة بسرعة. ولهذا السبب سيعمل الرئيس الفيدرالي على ضمان بقاء الضمان الاجتماعي مضمونا لجميع الأشخاص الذين يعيشون في النمسا، وذلك في محادثات منتظمة مع الحكومة والمسؤولين. وبعد كل هذه التطورات والصراع المستمر في أوكرانيا، هل سيتنفس المواطن الصعداء بعد الأزمة المستمرة لارتفاع الأسعار؟ وهل سنشاهد حلولا حقيقية من الحكومة النمساوية؟ وتبقى الإجابات عندكم. كنت معكم أنا بثينة سلام من العاصمة النمساوية فيينا، وإلى اللقاء.